بعدما أكملت تعليمها وتخصصت في علم الدراسات الإسلامية، توجهت موزة الرويعي إلى إطلاق مبادرة إنسانية فردية حملت عنوان حياة بلا أحزان، التي هدفت من خلالها إلى رفع وعي المجتمعات بأهمية التفاؤل ونشر ثقافة السعادة. علوم كثيرة اجتهدت للإلمام بها لتستعجل في وضع خارطة طريق لها تستدل من خلالها درب الفرح الذي رغبت أن يسلكه كل من حولها بغض النظر عن لونه أو شكله أو إلى أي دين ينتمي أو طائفة لها اعتقاد مذهبي خاص بها. لذلك أنا عمدت في حياة بلا أحزان أن أوجه هذه المبادرة إلى الجميع دون استثناء، دون استثناء فئة عمرية ودون استثناء أي شخص في هذا، وإنما جعلته مبادرة رائدة عالمية بإذن الله تعالى، داعية إلى نشر ثقافة السعادة والتفاؤل في المجتمعات بغض النظر عما يحمله هذا الفرد من معتقد أو من ديانة أو من أفكار. موز الرويعي جاهدت من أجل بناء نوافذ للسعادة تطل على الباحثين عنها عبر بناء مبادرتها الفردية حياة بلا أحزان. بجهدها وبتلك الرغبة التي سكنت كيانها استطاعت تلك المبادرة أن تصل إلى بلاد تضمها قارات العالم المختلفة، ليستمر العطاء ولتنشر مقاليد المرح والحبور داخل حياة كل نفس أتعبتها سوداوية الأحداث التي تسكن محيطها، من حروب إلى فقر يلازمها ومرض لم يرحم جسدها. حياة بلا أحزان كمبادرة انطلقت بعد ما اكتسح العالم السوداوية، وبدأت عناصر أو نقول أعداء السعادة تظهر، من الاكتئاب، من القلق، من العنف، من الإرهاب، من تسطير مفهوم السعادة بمضمون فضفاض، بحيث أن الإنسان قد يتمنى ما لا يمكن حدوثه فيحدث. وفق تعاليم الإسلام المعتدلة مضت بخطوات واثقة مبادرة حياة بلا أحزان. من هنا أتيت بحياة بلا أحزان، أساسه قائم على الواقعية، على المصداقية، قائم على ركنين أساسيين، على علم النفس الإيجابي وعلى الشريعة السمحة المعتدلة. الأقربون أولى بمعروف يتلذذون برحيقه الجميل الذي ضمته ورود تلك المبادرة. فأول ما انطلقت حياة بلا أحزان انطلقت فيها مع أولادي، انطلقت فيها مع جلستي معهم، مع لقائي بهم، كل شيء أعمل منه حفلة، حتى تقطيع الفواكه مع أولادي أعمل منه حفلة، فأقول لهم حفلة فواكه، وضع لهم أناشيد في مجال التدريس أيضا، حتى وأنا أدرسهم أو يكتبون واجباتهم أختار مجموعة مستقاة من الأناشيد يسمعونها، عندهم أعطيهم مجال أنهم يتكلمون فيما يفكرون في أيا كان، حتى لو كان خطأ ما أرهبهم. مبادرة تعالت أصواتها من أجل نشر البهجة داخل حياة المجتمعات والتوجه نحو التفكير الإيجابي وتدريب الأفراد على طرق حل مشكلاتهم بأساليب واقعية. الكل أيا كان في أي مكان، الإنسان أكاد أجزم أنه يتفق إن السعادة ما هي إلا أن يكون قلبك مطمئنا ولو كنت في وجه العاصفة. جميل أن ترتقي بفكرك من أجل إسعاد الآخرين، ومن الأجمل أيضا أن تمسك بأياديهم نحو عالم لا أحزان فيه، ومن الرائع جدا ألا تنتظر المقابل ما دمت قائما على جهد إنساني نبيل ينبع من سراج واحد، حب الخير للجميع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.